السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي من جديد، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. في هذا الفيديو راح نقدم لكم أفضل وأقوى أربع هواتف لتشغيل الألعاب بسعر 4 ملايين و5 ملايين، حيث لن تجد أي هاتف يتفوق عليهم في مجال الأداء والسرعة. باختصار، لا تشتري غيرهم إذا أنت هاوي ألعاب. لكن قبل ما نبدأ الفيديو دعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، باش نقدم لكم ديما جديد. والآن هيا نبدأ. أول هاتف لدينا من شركة ريدمي، ريدمي نوت 10S، من أفضل هواتف ريدمي في الفئة المتوسطة، فسعر الهاتف يتراوح ما بين 4 ملايين و200 و4 ملايين و400 حسب المحل والولاية. فالهاتف يملك شاشة أموليد بدقة الفول اتش دي بلس، تقدم لك أداء ممتاز كألوان ودقة مع سطوع عالي في وضح النهار المباشر تصل إلى 1100 شمعة مع معدل تحديث 60 هرتز. من حيث الأداء فهو يأتي بمعالج ميديا تك الهيليو G95 مع بطاقة رسوميات مالي G76 MC4، من أقوى وأفضل المعالجات في الفئة المتوسطة، حيث سيعطيك أداء سلس ومميز جدا ولن تعاني من أي لعبة سواء بابجي أو غيرها من الألعاب الثقيلة، فهو مخصص لعشاق الألعاب. الهاتف يتوفر بعدة نسخ، 6 جيجا رام مع 64 جيجا ستوكاج، وهذه تجدها بسعر 4 ملايين، وعندك 6 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج، وهذه بسعر 4 ملايين و400. وعندك أيضا نسخة 8 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج تدير 4 ملايين و800، وهذه النسخة نادرة قليلا. الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة شاومي MIUI 12.5. عندك 5 كاميرات، الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل، وعندك 4 خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل الترا وايد، والثالثة والرابعة 2 ميجا بكسل للماكرو والعزل. تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K. أداء الكاميرات مقارنة بالهواتف التي بسعرها فهي ممتازة جدا. عندك بطارية بحجم 5000 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 33 واط. وعندك أيضا مستشعر بصمة مدمجة مع زر الطق. عندك صوت ستيريو ويدعم تركيب شريحتي وكارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت. يدعم أيضا الـ IR بلاستر للتحكم بالأجهزة الذكية. أما الخامات المستخدمة فهي من البلاستيك ويوزن 178 جرام، مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53 والتي تكتفي فقط برذاذ الماء. نروح للهاتف الثاني والذي يملك نفس العتاد تقريبا، وهو ريلمي 8، فقط الشاشة من نوع السوبر أموليد بدقة الفول اتش دي بلس، راح تقدم لك أداء ممتاز كألوان ودقة وسطوع تصل إلى 1000 شمعة، ومعالج من ميديا تك نفسه الموجود في الريدمي نوت 10S، وراح يقدم لك نفس الأداء مع تفوق لهذا الهاتف من حيث السلاسة والسرعة بسبب واجهة الريلمي الأفضل UI 2.0 ونظام أندرويد 11. أما الخيارات المتاحة فعندك 6 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج سعرها 4 ملايين و400، وعندك 8 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج، وهذه النسخة نادرة قليلا. أما الكاميرات فهي نفسها الموجودة في هاتف ريدمي نوت 10S مع اختلاف في الكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل. عندك البطارية 5000 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 30 واط. وعندك أيضا مستشعر بصمة مدمجة تحت الشاشة تدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت، كما أنه لا يدعم صوت ستيريو. الهاتف من البلاستيك يوزن 177 جرام ولا يملك أي شهادة ضد الماء والغبار. أما الهاتف الثالث فهو من شركة سامسونج الجالاكسي F62، أقوى هاتف من شركة سامسونج في هذه الفئة السعرية. فالهاتف يملك شاشة سوبر أموليد بلاس بدقة الفول اتش دي بلاس، تقدم لك أداء خرافي كألوان ودق. أما المعالج فهو من نفس الشركة الإكزينوس 9825 مع بطاقة رسوميات مالي G76، راح يقدم لك الهاتف أفضل أداء خصوصا لعشاق الألعاب، فيقدم أفضل تجربة ولن تعاني من أي مشاكل أو بطء في الأداء، بل ستحصل على السرعة والسلس. عندك خيارين 6 أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج، وتأتي النسخة الأقل بسعر 5 ملايين. الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة سامسونج ون يو اي 3.1. أما الكاميرات فهي خماسية، واحدة في الأمام بدقة 32 ميجا بكسل وأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل الترا وايد، والثالثة والرابعة بدقة 5 ميجا بكسل للماكرو والعزل. تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K.
باختصار أفضل كاميرا تأخذها من بين هذه الهواتف الأربع. أما البطارية فهي عملاق 7000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط. عندك مستشعر بصمة مدمجة مع زر الطاقة، يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال وكارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت، لا يدعم صوت ستيريو. أما الخامات المستخدمة فهي من البلاستيك ويوزن 218 جرام. الهاتف لا يملك أي شهادة حماية ضد الماء. آخر هاتف وهو الأقوى بدون منازع، البوكو إكس 3 برو، أحد أفضل وأقوى هواتف البوكو المتوفرة في الأسواق الجزائرية. فالهاتف يملك شاشة IPS LCD بدقة الفول HD بلس، تدعم معدل 120 هرتز، وتدعم الـ HDR10 محمية بطبقة من الجيل السادس. راح تقدم لك الشاشة جودة مقبولة جدا كألوان ودقة، ولكن ليست أفضل من الهواتف السابقة من حيث الجودة. الميزة القوية التي تتفوق بها الشاشة هي التردد العالي 120 هرتز، خصوصا لعشاق الألعاب. أما الأداء والسرعة فهي الميزة الأقوى، حيث يأتي بمعالج سناب دراجون 860 مع بطاقة رسوميات أدرينو 640. بهذا المعالج راح يقدم لك أداء قوي جدا، ولن تعاني من أي لعبة كالبابجي وغيرها من الألعاب الثقيلة. للأمانة وحش حقيقي للألعاب. يتوفر الهاتف بعدة نسخ، 6 جيجا رام مع 128 جيجا ستوكاج ديل 4800، وعندك 8 جيجا رام مع 256 جيجا ستوكاج ديل 5200. أما الكاميرات فللأمانة ليست الأفضل، حيث لم تركز الشركة على الكاميرا بقدر ما ركزت على الأداء. عندك الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، وعندك أربعة خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل الترا وايد، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل للماكرو والعزل، تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K. أما البطارية فهي بحجم 5160 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. الهاتف يدعم صوت ستيريو، ويدعم مستشعر بصمة مدمجة مع زر الطاقة، ويدعم تركيب شريحتي وكارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت، كما يدعم مستشعر IR بلاستر. أما الخامات المستخدمة فهي من البلاستيك ويوزن 215 جرام، كما أنه مقاوم لرذاذ الماء بشهادة IP53. كانت هذه أفضل وأقوى الهواتف لعشاق الألعاب الثقيلة والمكثفة، ولن تجد أفضل منها في هذه الفئة السعرية. وفي الأخير دعمونا خاوتي باللايك والشير وسبسكرايب، بنقدم لكم ديما جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه.